اهلا بنات، النهارده هعمل معاكم ترامسو، بس مش الترامسو العادي زي ما انتم شايفين، ترامسو مانجا. يعني نغير شويه بقى، مانجا وصيف وكده، مش لازم كل الترامسو قهوه يعني وايطالي والحركات دي. فهنعمله النهارده ترامسو مانجا، يطلع وصفه لذيذه جدا وشكلها حلو كمان قوي في التقديم باذن الله. طبعا هستخدم بسكوت اللي مانجا، اي نوع عندكم استخدموه. انا اخدت 2 باب الاحتياط عشان هحاول اعمل صفين لو مقاس الصينية بتاعتي يسمح بذلك طبعا. فخلونا نبدأ. اول حاجة هعملها هي اني اخد الجيلي، جيلي مانجا، وادوبه. فانا هحتاج 2 باكت من الجيلي. عليهم تقريبا 1.5 كوباية من المية السخنة. ادوبهم فيها واخليه على جنب. احضر الخليط. انا استخدم علبة كبيرة من فيلادلفيا، دي 280 جرام. استنوا اجيب حاجة بيها. خليها جنبنا، هنحتاجها تاني. اضيف عليها علبة قشطة. نص كوباية من الحليب، و اضيف عليها حليب مكثف محلى تقريبا نص علبة اللي هي او كوباية كده، او نص كوباية قصدي. الكمية يعني حسب ما تحبوا الحلاوة. دايما السكر يعني هو مش كيك، فهمتوا؟ فدايما حسب ما تحب الحلاوة ضيفي. فتقريبا انا هضيف يمكن نص كوباية او اللي هو مقدار برضو نص العلبة من الحليب المكثف المحلى، العلبة الكبيرة اللي هي 380 360، مش عارفة. وهضيف عليها مانجا مهروسة، ده تقريبا 2 كوباية من المانجا المهروسة، مانجا عادية مقطعة مكعبات، وبعد كده ضربتها في مفطرة الطعام فبقيت عبارة عن مانجا مهروسة. وهخفقهم مع بعض. دقتها الحلاوه قليله، فزودت. شفتوا بقى ازاي؟ بقول لكم يعني اظبطي حلاها حسب ما تحبوها. هضيف عليهم نص الكميه بتاعت الجيلي اللي عملناه بالشكل ده. دلوقتي عصير مانجا وناخد البسكوت نغطسه في عصير المانجا كده. نتأكد بس ان هو هتشرب، ونرصه في الصينية بتاعتنا او في بايركس زي ما تحب. انا بإذن الله بإذن الله اذا يعني جمد معايا وظبط اني اطلعه افتحه، يعني افتح الصينية واقدمه بهذا المنظر.
الطبقة. دلوقتي هضيف عليها جزء من الخليط، هضيف الخليط تقريبا كله، ممكن اغطس لي فيها كمان دور من البسكويت. كده اخلي بس شوية وبعدين استنى طبقة من البسكوت، بس هنحاول ان احنا ايه نضغط عليه سنة كده يدخل فيها. يا ريتني قسمته، لازم يعني لازم الفلسفة، لازم اتفلسف يعني. يلا خديني شوية واغطي. موضوع بسيط، بس انتوا اللي مكبرينه او انا اللي مكبراه. بس هو كده كده حتى لو انا عملت اللي هو هيطلع فوق، بس مفيش مشكله. احنا كده كده لسه معانا طبقه جيلي، طبقه تالته، بس طبعا هندخله التلاجه يتمسك. دخل التلاجة. طيب بعد ساعتين خلاص التشيز بتاعي، شوفوا هو مش التشيز، التراميسو الخليط بتاعي اتماسك الحمد لله، وان شاء الله باذن الله هيشرفنا يعني مش هيعمل مشاكل. ده باقي انا كنت حطيت التلتين واتبقى عندي التلت بتاع الجيلي، دوبته بس شويه في الميكرويف عشان كان بدا يتماسك شويه، واحط عليه كمان تقريبا نص كوبايه من عصير المانجا. اقلبه بس سخن شويه فلازم اسيبه يبرد. تمام، وناخد الخليط ان شاء الله يا رب. ايوه نصب ونوزعه يغطي الصينيه. حلو حلو حلو، بس ندخلها بقى التلاجة لبكرة لحد ما يتماسك براحته. شوفوا التيراميسو بتاعنا، خلوني طبعا اول حاجة لازم احنا نعدي السكينة هنا، انا عدتها بس خلوني امثل اني بعديها علشان انتوا ما تروحوش ما اني ما كنتش لا مغلفة ولا عاملة اي حاجة. بس كده تمام، بس ايه اللي حلاوي. شوفوا 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 اوضة تجنن. من على الستاند ده تبقى اوضح في التصوير كده.
لا لا، شوفوا 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 شوفوا، اي حد عنده يا خلاص، انا نفسي ما كنتش متوقعه ان اطلع بالحلاوه دي. شوفوا شوفوا من هنا، شوفوا من هنا، اخليكم تشوفوا من هنا ازاي هلاقي لها حل. شوفوا شوفوا الحلاوه، تجنن تجنن تجنن. اكيد الطعم خطير، يعني مش محتاج ذكاء، بس فعليا يعني انا كفايه انبهرت. او اعطيها تزيينه لطيفه، شوفوا شوفوا